نبتدي بقى بالجزء المهم اللي عندنا في اللانجز، اللي هو جزء اللي هو بتاع الالفيولاي. الجزء بتاع الالفيولاي ده يعني لو احنا بنتكلم عليه، هو ده الجزء اللي بيعمل اكسشينج للاير بتوين الهواء اللي جاي بيملى اللانجز ده وبين الكابيلاريز اللي هي جايبه الدم من القلب علشان بعد كده تعمل له اكسشينج اوف جاسس يعني، وبعد كده ترجع بيه عشان يتوزع بعد كده على كل اجزاء الجسم. يعني من الفيزيكس هنلاقي حاجه لطيفه جدا جايه من القانون اللي احنا هنوريه دلوقتي حالا ده، ان البريشر within a truly spherical alveolus بالباسكال بيبقى normally calculated as twice the surface tension divided by the alveolar radius. احنا عندنا كل واحده من دول بيبقى لها surface tension. surface tension معناها ان في عندنا هنا يعني ستريس بيحاول ان هو يخلي السيركولار سبيس دوت اللي هو المرن ده بنحاول يخليه ان هو يتقلص يبقى اقل ما يمكن. اوكي، فبيسكلي احنا عندنا هنا البريشر الداخلي اللي جوانا ده اللي جوه الالفيولس ده بيساوي توايس تي اس على ار. اوكي، لو احنا بصينا على الكلام ده هنا كده وقارنا بين الفيولس الريديوس بتاعها سمول ار وواحده ثانيه الريديوس بتاعها توايس الكلام ده اللي هو توايس سمول ار، هيبقى عندنا مشكله الحقيقه ان احنا هنلاقي ان البريشر اللي عند الار الكبيره اللي هي الار دي هيبقى عندنا هنا توايس ار هنا وفي الثانيه هتبقى ار بس. يبقى معنى كده البريشر بتاعنا هيبقى فين؟ البريشر الاكبر هيبقى فين؟ هيبقى في السمول الفيولس. اوكي، دي الحقيقه مشكله. ليه بقى؟ لان احنا لو عندنا الوضع ان هنا البريشر اكبر اللي هو هيبقى توايس تي اس على ار وهنا البريشر اصغر اللي هو تبقى توايس تي اس على توايس ار، يبقى معنى كده السمولر الفيولاي السمولر الفيولس دي هتند انها تمتي في ايه؟ في اللارجر وان. يعني هي تفضل تكبر زياده وهي تفضل تصغر زياده، كل ما دي تصغر زياده يبقى البريشر بتاعها اكبر، يبقى معنى كده تفضي زياده. فهل الكلام ده هو اللي بيحصل؟ طبعا الكلام ده ما بيحصلش فعلا في الايه؟ في اللانجز. اللي بيحصل فعليا ان المفروض الكبيره تفضي في الصغيره. فالحقيقه اللي بيعمل بقى حاجه اللي هو بيعدل القانون ده، اللي بيعدل لنا القانون ده بحيث ان هو يسمح لنا ان اللارجر الفيولاي تفضي في السمول الفيولاي بحيث ان كلهم في الاخر يبقوا كلهم الديستند بنفس المقدار، هو ان السيرفيس تنشن تيرم دوت اللي هو تي اس ده ما هواش كونستنت. ده اكشوالي بيبقى فيه ماده جوه الالفيولاي بنسميها سيرفاكتنت. السيرفاكتنت ده بيريديوس السيرفيس تنشن ان بروبورشن تو ذا تشينج ان ذا سيرفيس اريا. يعني ايه؟ يعني بيسك كل ما السيرفيس اريا بيزيد كل ما السيرفيس تنشن بتاعنا بيقل. اوكي، فده طبعا بيغير لنا الكلام ده لان بيبقى فيه هنا تيرم يعني بيسك متناسب مع السيرفيس اريا. اوكي، فبنلاقي ان في الاخر البريشر فعلا في الاخر بيعتمد على ار مش بيعتمد على واحد على ار. يعني نتيجه لكده ان الالفيولاي الريديس بتاعها اكبر هنلاقي ان البريشر اللي جواها اكبر فهتفضي في الايه؟ في السمولر الفيولاي لغايه لما كله يبقى ايه؟ يبقى بنفس نفس الحجم تقريبا او نفس الريديس بعد كده. اوكي، فبيسكلي the smaller the surface area of the alveolus the greater the reduction in the surface tension. يعني ونتيجة لكده الجاس بيفلو من larger to smaller alveoli.